الفيزياء والرياضيات شويه جا صعاب صعاب شويه، والعلوم جا ساهل، هو اللي ساهل فيهم كاع. ان شاء الله كاع يدوا البيام ان شاء الله. وانا جاي نفوت هنا البيام، جا سوزي فراسي جا صعيب شويه بصح ان شاء الله نجي فيه. والعلوم جا ساهل تبارك الله، جا ساهل ان شاء الله كاع الناس تطلع. الاجواء تاع الامتحانات فاتوا، كاين امتحانات صعاب وكاين امتحانات فاتوا ساهلين، ودرجة الحرارة هنا في أضرار مرتفعة زعما كي. وحنا تاني رانا طالبين زعما شغل يديروا لنا زعما الامتحانات في وقت بارد، على أضرار حنا عندنا سخونة الحالة بزاف، وما زعما ماشي وقت هذا كدير لنا اختبارات وتدخل الكلاسة تلقى الكلاسة سخونة، والكلمات بالسيف يتعبوا الكلمات. دير تفوتونا الاختبارات في الجو بارد، حتى إذا فوتونا في الصيف أو ما ديروا لنا الكلمات بعدا يخدموا، ذاك الكلمات تعبت والجو سخانة ودخلونا في كلاسة مغمومة وتدمرونا مع بعضنا بزاف. الأجواء كانت سهلة جدا، ولكن في بعض الأحيان فيزياء خصوصا الفيزياء في اليوم الأول كانت صعبة جدا. اليوم فوتنا الامتحانات عشرات متوسط، اليوم التالي فوتنا شهادتين، وإن شاء الله كانوا كما العلوم كانت سهلة لاباس شوية، المهم مع درجة الحرارة والفنا والحمد لله. اليوم فوتنا اختبار فرنسي والعلوم الطبيعية، فرنسي والعلوم جاوا ساهلين. أما بالنسبة للاختبار تاع البارح اجتماعيات ورياضيات، رياضيات جا فيها الأسئلة التمارين الأربعة الأولين ساهلين، بصح بالنسبة للتمارين الوضعية المجية جا فيها التعقيد بزاف، وزيد بزيادة ما درناش الرسم. فوت نشاط التعليم المتوسط هنا في أضرار، وفات أجواء جميلة ومتوسطة، ليس صعبة وليس سهلة، ودرجة حرارة شوية عالية، ولي تعبينا إن شاء الله، وربي ينجحنا كامل إن شاء الله. سادة العلوم نورمال، خاشة التمرين الأول شغل يوعر شوية، مي التمارين نورمال صافا الحمد لله. سادة كيف الفرنسي كيف العاليث الحمد لله، تاع شودي سادة تمازيغ. الفرنسي سهل، لي سوجي نورمال العاليث. وما لا سيونس وفازك شويه نصوبين كي مي نورمال نخدم، ما ثلاث ايام زرنا ماك البيم نوس قسي شهل بارابور سنه ان شاء الله غادي تناوي. وسند مره سهل مي المات كيف انا نوض لا برودكسيون كي راس وارس يونس وانت زدك واحد 10 لي كيستيونير.